السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير ومرحبا بكم في درس آخر من الكورس ديال الجافا سكريبت دوم. في الدرس السابق تعلمنا الروت، واشنا هو الروت اللي قلنا؟ قلنا هو أكبر جذر في الشجرة، مزيان. وقلنا باللي في الصفحة ديال الـ HTML ديالك تيكون الروت ديالك هو تاغ ديال الـ HTML، يعني هو الروت إيليمنت. وقلنا انك يبغي توصل لهاد الطاق، هذا اللي سميتو اتش تي ام ال، يعني انك الا بغيتي تطبع الباج ديال اتش تي ام ال ديالك ابتداء من الطاق ديال اتش تي ام ال، كتوصل ليه عن طريق الخاصيه اللي سميتها دوكيمنت اليمنت. انتم نعاودو نجربو دوكيمنت دوت دوكيمنت اليمنت، انتم غادي يطبع لي الباج ديالي ابتداء من الطاق اللي سميتو اتش تي ام ال. مزيان. اشو قبل ما نبداو الخصائص اللي بغينا نشوفو اليوم، ندير واحد المراجعه شامله على الاوبجيكت، رغم انني كنتمنى منكم انكم تكونوا فاهمين الاوبجيكت، ولكن غادي واحد المراجعه خفيفه. كنا في الاوبجيكت، الا بغينا مثلا تكون عندك واحد الاوبجيكت مثلا وتكون فيه مثلا واحد الخاصيه مثلا سميتها النيم، وكنجيرو فيه مثلا احمد. مزيان مزيان. كيفاش كنا كنعيطوا على خاصيه وسط الاوبجيكت؟ هادشي كلشي خصكم تكونوا عارفينه بما انكم قارين جافا سكريبت. يعني كنا كنقول اوبجيكت دوت نيم، وكيعطينا اش احمد. كيفاش كنا كنجيو تنبدلو خاصية في وسط الأوبجيكت؟ كنقولي أوبجيكت دوت نيم، وكتعطيها القيمة الجديدة مثلا كتقولي عالي. كيف أشنو مي كتقولي تاني كونسول دوت لوج أوبجيكت دوت نيم، شنو كتولي ديك، شنو كيولي القيمة ديال هاد الخاصية سميتها نيم؟ كتولي هي عالي. يعني شنو كيطرى؟ هو أنه في الأول شنو كيدير؟ كيكون عنده واحد الخاصية سميتها نيم. شنو كيخزن فيها في الأول؟ كيخزن فيها أحمد. مزيان. كيجي كيتلاقى مع هاد السطر ديالك نتايا اللي قلتي لي اوبجيكت دوت نيم عالي، شنو كيجي هو؟ تيكي تشاد احمد، تيقول لي راه انا راه امروني بانني نبدل الفاليو ديالك، يعني هاد الخاصيه تتقول لي راه قالوا لي نبدل الفاليو ديالو، الفاليو ديالك تتقول لي هي مرحبا صافي بدلو. تحيد احمد تتولي عالي، فاش تقول لي انت كونسول دوت لوك تاني اوبجيكت دوت نيم كيعطيك الخاصيه، هاد الخاصيه اللي سميتها نيم كيعطيها لك بالقيمه الجديده اللي تخزنت فيها اللي هي عالي. مزيان. يعني كانت هذه مراجعه خفيفه للاوبجيكت. دابا اجيو نشوفو اشني هي اول خاصيه بغينا نشوفو اليوم. اول خاصيه بغينا نشوفو اليوم هي الخاصيه اللي كتجيب لينا الهيد. يعني شنو كيعني كتجيب لنا الهيد؟ انك فاش تقول لي، يعني شنو كتقول لي؟ اشنو هو الاوبجيكت ديالنا حنايا؟ هنايا هو الدوكيمنت ياك. في وسط الدوكيمنت كاين واحد الخاصيه سميتها هيد. هاد الهيد اش كتجيب لك؟ كتجيب لك الطاق ديال الهيد بكاع المحتويات ديالو. مزيان. يعني الا بغيتي تطبع الهيد بكاع المحتويات ديالو كتخدم هاد الخاصيه، وهاد الخاصيه راه كاينه في وسط الاوبجيكت. راه هذا راه عباره عن اوبجيكت كما تنقولوا ديما. راه اشنو طرا؟ هو انه الباج ديال اتش تي ام ال ديالك تحولت لواحد النموذج، وهاد النموذج تخزن في واحد الاوبجيكت اللي سميتو الدوكيمنت. يعني هذا راه عباره عن اوبجيكت. مزيان. وغادي نشوفوا كيفاش وصلنا لهاد الهيد. اجيو بعدا نطبعوها ونشوف اش كدير، وديك الساعه غنوريكم انا فين لقيناها. شوف هانتوما اجيو نسبقو هو الاول فين لقينا، واش نفهمو داكشي بالخاطر داير؟ اش كنا ضايط تدير تطبع لينا الدوكيمنت عباره عن اوبجيكت. مزيان. هانتوما غادي نمشيو هنايا، غادي نجيو كونترول اف، وغادي نقلبو في وسط منو على الهيد. مزيان. اجيو نشوف واش هي خاصيه في وسط منو. هانتوما اش كتلاحظوا؟ كتلاحظوا انها عباره عن خاصيه في وسط منو. وكيفاش كنجيو؟ ها هو الاوبجيكت ديالنا وهي خاصيه. كيفاش كنجيو تنوصلو الخاصيه وسط اوبجيكت؟ اوبجيكت دوت البروب، ياك هادشي اللي كنا كنديرو لحد الان. يعني هادشي اللي بغينا نجيو دابا حنايا، وغادي نشوف واش غادي يجيب لينا. قلنا انه كيجيب لنا الهيد بكاع المحتويات ديالو، احنا بغينا نجربو دوكيمنت دوت بعد السهوله ها دوت هيد. ها انتوما، ها يعني ها انتوما دوكيمنت دوت هيد. ها انتوما جبد لي الهيد، الطاق ديال الهيد ديالي جبد لي فيه التايتل والميتا والستايل. اجي نمشي نشوفو الايديتور ديالنا اش عندنا حنا في التايتل. اش عندنا يا ربي في الهيد؟ عندنا التايتل ديالنا، وعندنا الميتا ديالنا، وعندنا ستايل ديالنا اللي فيه الباجي فونت فاميلي مونس باس. ها انتوما يعني ما كذبش علينا. اجيو دايما مثلا نبدلو هاد التايتل، نقول ليه مثلا دوم 2021. اجيو تاني سيف ونشوف واش غادي يجيب لنا نفس الحاجه، واش غادي يحدثها ولا غادي يخليها جافا سكريبت دوم القديمه. ها انتوما مشاو التايتل ولاحظوا، ها انتوما جافا سكريبت دوم 2021. يعني داكشي اللي عندك في الايديتور هو اللي كيجيب لك من الاخر. يعني كيفاش تعلمنا حنا انه تيحولوا النموذج؟ تيشد مثلا الدوكيمنت هو الاول، اش كاين فتحت الدوكيمنت مثلا؟ ها انتوما بلا باش نعاودوا كاع حنايا، كاين تحت من الاتش تي ام ال. تيجي تاني تعاود ينشا واحد النموذج جديد، بما انك درتي واحد التعديل على الكونتنت، تيجي تاني تي ينشا واحد النموذج جديد هو هاد.
كيجي تحت الهيد تيقول لي اش عندك؟ عندك ثلاثه الحوايج، عندك التايتل ها انتوما فين نرمزو لها بالتي، وعندك مثلا ميتا انا بنرمزو لها بام، وعندك شنو باقي؟ عندك ستايل. وديك الساعه تيقول لك اش اللي دخلت على التايتل، اشنا هو التكست نود اللي في الداخل ديالو كما تعلمنا، اشنا هو هاد الميتا اش عندك فيها؟ ما عندك فيها والو، عندك فيها عباره عن اتريبيوت. هاد الستايل اش عندك فيها؟ عندك فيها البازي. تيجي هنا وتيقول لي البازي فونت فاميلي مونوتي باس، يعني تيعاود ينشا لك واحد النموذج جديد. يعني كانت هادي هي اول خاصيه شفنا اللي هي اش تجيب لك الهيد. دابا اجي نشوفوا الخاصيه الثانيه، تخيل معايا بغيتي تجيب البازي بكاع المحتويات ديالو. يعني شنو كنقصد باش تجيب البازي بكاع المحتويات ديالو؟ بغيتي ان هاد البازي هذا كاملو بغيتي تكوليه في الكونسول، يعني باش يطبعو في الكونسول، يعني هاد الباجي كاملو يتطبع بهاد الكونتنت اللي في وسط منه كامل في الكونسول. يعني شنو هي الخاصية اللي كتوصلك ليه؟ ها هي تانية دوكيمنت دوت باجي. كتقول لي اش كتقول لي؟ كتقول لي جيب لي عندهم مكتوبة بالدارجة، جيب لي الباجي، الباجي عندهم من مكتوبة تاية بالعربية، الباجي بكاع عندهم بكاع المحتويات، كاع المحتويات اللي فيه. وبهذه السهوله احنا غادي نمشيو تاني. اول حاجه غادي نطبعوها تاني هي نطبعوا الاوبجيكت ديالنا ونقلبوا على الباجي واش عباره عن خاصيه فيه ولا هي تنخربقوا. ها انتم باجي، بما انك تعرف الاوبجيكت سميتو باجي راه ما عندك فين تجلو. ها انتم باجي، ها انتم غنمشيو تاني. ها هي خاصيه في وسط منه سميتها باجي. كيفاش كنوصلوا الخاصيه وسط الاوبجيكت؟ هادشي اللي تنعرفوه صافي، يعني اوبجيكت دوت باجي. اخر مره غادي نعاودها، يعني هادشي اللي تنعرف الاوبجيكت صافي دوكيمنت. هادشي بما اننا درنا بزاف تاع الاوبجيكت هاد بنكونوا حافظينه. دوت باجي ها انتم اش غادي يطبع علينا؟ غيطبع عليا الباجي بكاع المحتويات ديالو. ها انتم عندنا فيه اتش 1 وعندنا فيه بي وعندنا هنايا واحد السكريبت. اجي نزيدو شي كونتنت في وسط الباجي ديالنا. غادي نقول مثلا اتش 3 مثلا هالو مثلا افري وان مثلا، نقول مثلا هالو افري وان. ونجيو تاني سيف ونجيو لهنايا نمسحو هادشي، نجيو تاني ريفريش. شنو كيجي هو ملي كنجيو حنايا ريفريش؟ كيعاود ينشئ نموذج حسن جدا، يعني تيعاود ينشئ واحد النموذج جديد. هاد النموذج الجديد شنو غادي يكون فيه؟ غادي يكون فيه هاد الاتش 3. ها حنا تاني غادي نمشي نقول دوكيمنت دوت باجي. ها انتوما جيو نشوفو، ها انتم كما كتلاحظوا هالو ايفريوان، يعني نشئ واحد النموذج جديد. مزيان، دابا شنو هي الخاصيه الثالثه؟ الخاصيه الثالثه اللي بغينا نشوفو هي الدوكيمنت دوت تايتل. شنو كيجي هذا الدوكيمنت دوت تايتل؟ هو انه تيجيب لك العنوان ديال الصفحه ديالك. يعني شنو كيعني؟ اجي بعدا نكتبو هنا واش ما نتخبقو. جيب لي انت بحال كتقول لي جيب لي العنوان، احنا بيان العنوان ديال الصفحة، ديال الصفحة. يعني بحال كتقول لي جيب لي العنوان ديال الصفحة، اسمحوا لي هنا بحال كتقول لي جيب لي العنوان ديال الصفحة. يعني شنو كيعني بجيب لي العنوان ديال الصفحة؟ حنا كنعرفوا انه اي باج ديال اتش تي ام ال عندها واحد التايتل، ها هو جافا سكريبت دوم، وهاد جافا سكريبت دوم فيه مخزن في واحد الطاق اللي سميتو تايتل. عندما نمشيو لهنايا الاليمنت، نمشيو للهيد، ها انتم مخزن في هاد التايتل. يعني حنا بغينا نوصل لهاد التايتل. اول حاجه قلنا غنمشيو تاني نتاكدو واش نحفظو هادشي، نمشيو تاني للاوبجيكت ديالنا ونشوفو واش في الداخل ديالو واحد التايتل، واحد الخاصيه سميتها التايتل. ها انتم واش تعرفوا كل حاجه من جبدها؟ بلا ما نبدا نغمق عليكم نقول لكم اه دو التايتل زعما راه مات من جبدها، هي راه جبدها من هنا، انا من جبدها انا ولا من عقلي. ها انتم هما دايرين لك واحد الخاصيه في وسط الاوبجيكت اللي سميتو الدوكيمنت، سميتو تايتل. ها هو التايتل مخزن فيه التايتل ديال الباج ديالك. ها انتم ها انتم مزيان، يعني كيفاش غادي نوصلوا ليها تاني؟ ها انتم دوكيمنت، ها انتم دوكيمنت دوت تايتل. مزيان، ها انتم صافي هادشي دي تانية دوكيمنت دوت تايتل. تخيل معايا انت بغيتي تبدل هاد التايتل عن طريق هاد الخاصية، شنو كنا قلنا؟ قلنا علاش شرحنا احنا الاوبجيكت في الاول؟ قلنا انه فاش كنا بغينا نبدلو هاد احمد العالي كنا كنقول ليه الاوبجيكت دوت نيم يساوي الفاليو الجديدة. مزيان، ايوا دابا اجيو نبدلو. ها انتم تبديل عنوان تغيير، المهم ماشي مشكل، تبديل عنوان، المهم هو تفهمو، اهم حاجه عندنا هو تفهمو. قلنا انه الدوكيمنت ياك يعني اسميت ها هنايا اسميت الاوبجيكت اوبج، هنايا حنا الاوبجيكت سميتو اش، سميتو الدوكيمنت. اسميت الخاصيه دوت اش، هنايا سميتها نيم، حنايا عندنا الخاصيه سميتها تايتل يساوي القيمه الجديده. حنايا القيمه الجديده قلنا ايه؟ حنا بين القيمه الجديده هنايا شي حاجه هكا
هو باش يبدل عنوان. يعني شنو كنقصد؟ اجي لهنايا نقول لي مثلا دوكيمنت هانتوما دوت خاصيه سميتها تايتل هانتوما يساوي مثلا جي اس دوم. اجي نقول لي جي اس دوم، نقول لي مثلا جي اس دوم هانتوما يا كاع كمل علينا جي اس دوم. مزيان، غادي نجي هنايا غادي نسد نسد نجي هنايا كبيره. شوفوا مع بين ضرب انتر اش غتلاحظوا؟ غتلاحظوا انه تايتل ديالنا تبدل لها انتما كما كتلاحظوا هنايا جي اس دوم. شوفوا دابا مي غادي نقول ليه جيب لي العنوان ديال الصفحه ديالي، غادي يجيب لي العنوان اللي درنا حنايا انتما جي اس دوم. شوفوا مي غادي يمشي ندير كونسول دوت لوغ الاوبجيكت ديالنا وغادي يمشي في وسط منه وغادي نجيو التايتل ها انتما كما كتلاحظوا. شوفوا غادي نمشي نقلبوا على التايتل ها انتما، اسمح لي نجي نقلبوا على التايتل هنايا، اسمح لي نمسح هادشي كامل اوبجيكت تاع انتما هنايا تايتل ها انتم اش كتلاحظوا انه دار لي نفس الفاليو اللي حطينا فيه الجديد، يعني نفس القيمه الجديده اللي حطينا فيه. مزيان دابا تخيل معايا بيت العون نبدلو اش باش تقول لي؟ ما تقول لي نفس الحاجه ها انتم 2021 ها انتم ما تقول لي دوكيمنت دوت تايتل ها انتم باش جبت ثاني جي اس دون 2021 وها هي تبدلت حتى في الباج عندنا. مزيان، يعني اشنو قلنا حنايا في هذا الدرس؟ اجي نجيو الخلاصه، قلنا انه الا بغيتي تجيب الصفحه ديال الاش تي ام ال ديالك ابتداء من الطاق اللي سميتو اش تي ام ال كتجي الدوكيمنت ها انتم دوكيمنت كتستهدفو بالروت اللي هو الدوكيمنت اليمنت. مزيان ها انتم بغيتي تجيب الهيد ها انتم بتجي دوكيمنت دوت هيد. مزيان بغيتي تجيب الباجي تقول لي دوكيمنت دوت باجي تجيب لك بكاع المحتويات ديالو ها انتم. بغيتي تجيب التايتل كتقول لي دوكيمنت دوت تايتل. مزيان بغيتي تبدل التايتل كتقول لي دوكيمنت دوت تايتل يساوي مثلا جافا سكريبت مثلا دوم. مزيان كتجي لهنايا كضرب انتر ها انتم كما كتلاحظوا انه بدل لي التايتل ديال الباج ديالي بجافا سكريبت دوم ها انتم كما كتلاحظوا هنايا. وكنتمنى انكم حققتوا اكبر استفاده ونتلاقاو في درس اخر ان شاء الله.